اهلا بيكم الفيديو ده هو الجزء رقم اتنين من الفيديوهات اللي عاملاها على بروجرام اكت او مشروع القانون اللي مقدمه مجلس النواب في الكونغرس علشان يحل مشاكل المهاجرين هو الحقيقه هيحل مشاكل قطاع كبير من المهاجرين لكن الجزء الاولاني ركزت فيه على اندوكيومنتد المهاجرين اللي ما عندهمش اوراق وبقالهم هنا في امريكا خمس سنوات فهو بيسمح لهم بعد ما يتقدموا في البرنامج ده او يتعمل لهم الباك جراوند او الكشف الامني عليهم انهم هم ما ارتكبوش اي جرائم في امريكا ف يدخلوا في برنامج الديجنيتي بروجرام ده مدته سبع سنوات يقدر فيها ان هو يحصل على الورك بيرميت ان هو يقدر يشتغل وطبعا الاقامه وطبعا يقدر يسافر وشبح الترحيل ينتهي من عليه تماما وبعد كده هيدخل في برنامج لاحق لما ينتهي السبع سنوات ممكن يدخل في حاجه بروجرام اسمه ريدمشن بروجرام علشان يقدر ياخد الاقامه بتاعته الجرين كارد او البيرمنت ريزيدنسي ويقدر بعدها يحصل على الجنسيه كل التفاصيل ومين اللي يقدر يقدم والفلوس اللي هتتدفع وكل الكلام ده موجود في الجزء الاولاني من الفيديو النهارده بقى احنا هنتكلم على بقيه القطاعات الاخرى اللي بيغطيها البرنامج ده لانه برنامج مهم جدا بيغطي مشاكل كتيره في امريكا فمهم قوي تعالوا معايا نقرا الخبر من مصدره عشان واترجمه معاكم عشان تعرفوا بالظبط الخبر ازاي ويقدر يرد على كل اسئلتكم فيلا معايا نقراها مع بعض زي ما انتم شايفين انا جايبه الخبر مين؟ من الهاوس دوت جوف اللي هو الموقع الرسمي لمجلس النواب في امريكا ذا ديجنيتي اكت اوف 2023 طبعا ده البي دي اف دوكيومنت وفيه كل التفاصيل فانا كبرتها عشان ايه نقرا مع بعض فبيقولوا ان هذا البرنامج شامل وفي دعم باي بي بي بارتيزن بيل يعني في دعم من ال ال الحزبين علشان يحل مشاكل الحدود الامن بتاع الحدود البناء بتاع الحدود يعني اذا كان في حيطه او يعني تشيك كل الكلام ده عايزين يبنوها طبعا يدي وضع قانوني للمهاجرين اللي ما عندهمش اوراق اللي عايشين في امريكا انهم يقدروا يحصلوا على الجنسيه وبيقدم حلول جديده للناس اللي مقدمه على لجوء انها تاخد الجنسيه ويقدروا يخشوا في أمريكا بشكل قانوني ووضع قانوني للمهاجرين اللي جايين عشان يشتغلوا هنا في أمريكا أو الصغار السن اللي ما عندهمش حد يقعد معاهم فلازم يجيبوا أهاليهم يعني واحد اتولد في أمريكا وهو معاه الجنسية لكن والدته أو والده معهمش الجنسية فطبعا لازم يكون معاهم الوالدة فكل ده هيتغطى في هذا القانون المهم فاول نقطة فيها هي البوردر سيكيورتي او امن البوردرز، طبعا موضوع اللي حصل الفترة اللي فاتت اللي هو سنترال امريكا لما الناس جم على الحدود الجنوبية من امريكا عملوا مشاكل كتيرة جدا مع الولايات اللي على الجنوب، طبعا الضغط الكبير اعداد ملايين عدوا دخلوا الحدود الامريكية وطبعا الولايات مش قادرة الامكانيات بتاعتهم الصحية والمدارس والمفيش مش قادرين يساعدوهم لدرجة مثلا حاكم ولاية زي ولاية تكساس بقى ياخد المهاجرين اللي عدوا دول بطريقة غير شرعية راح واخدهم في أتوبيسات ووداهم على كاليفورنيا ووداهم على نيويورك ووداهم على واشنطن قال لهم خدوا انتوا بقى شوفوا حلوا المشاكل بتاعتهم انا ولايتي مش هتتحملهم ف وطبعا مشاكل الهوملس الناس دي ما مالهاش بيوت فبتقعد هوملس بقى في خيام في الشوارع بقت في كل مكان الحقيقه الناس كلها دلوقتي بتشتكي في ولايات كتيرة من عدد الهوملس المهول اللي بقى في كل مكان هم عايزين يحلوا المشاكل دي ايه بقى الحل؟ الحل ان هم يح... ي... يضعوا دعم مالي يدوا فلوس يعني علشان بناء الحدود بتاعه امريكا ويزودوها بالتكنولوجيا والاجهزه اللي هم محتاجينها آه ليها طبعا هيزودوا عدد Personnel اللي هم الاوفيسرز اللي موجود البوليس والايجنتس اللي بيبقوا موجود وبيلفوا ويتاكدوا ان هم عندهم بقى الدعم الكافي وعندهم الـ الإمكانيات إن هم يكتبوا ريبورت وهكذا طبعاً هيستثمروا في ال أو المجتمعات اللي موجودة على الحدود لما الناس دي بتعدي مثلاً لو واحد عدى بشكل خلاص القاضي عداه أو الأوفيسر قال له أنت ممكن تدخل بشكل قانوني أول مجتمع بيتك يعني يستقبلهم ما بيقوش عندهم بقى لا رعاية صحية ولا رعاية يعني في المدارس ولا ولا إقامة فهم عايزين يحطوا فلوس في communities دي هتقدر تستقبل المهاجرين دول بشكل كويس وتقدر توفر لهم الرعايه ليهم. operational كنترول طبعا عايزين يعملوا كنترول كويس جدا عشان يمنعوا اي آه آه يعني حد يدخل بطريقه غير شرعيه لامريكا فعايزين طبعا يحطوا بقى الفنس والحدود الحدود ويعني ي... ياخدوا بالهم من النواحي اللوجستيه اللي ممكن تساعد في هذا الامر وطبعا هم عايزين يعملوا حاجه طبعا امنيه انهم يعرفوا ايه الحاجات اللي ممكن تهدد الحدود الجنوبيه بتاعه امريكا وايه الحاجات اللي ممكن تهدد الحدود الشماليه لامريكا والبوردر باترول استراتيجي يكون عندهم خطه استراتيجيه بقى عشان يمنعوا اي حد يعدي الحدود بشكل غير قانوني فكل ده عايزين يحطوا له دعم مالي تاني حاجة اللي هي المداخل بتاعة أمريكا المواني اللي بيدخل منها الناس لأمريكا فعايزين طبعا يعملوا لها توسع ليها فعايز حطوا 10 بليون دولار على مدار خمس سنوات علشان ديبارتمنت أوف هوم لاند سيكيورتي تقدر إنها توسع المواني سواء كان الناس اللي بتدخل عن طريق السيارات أو عن طريق الشحن اللي هي الكارجو يعني عن طريق الطيارات أو عن طريق الـ 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 او عن طريق البواخر او الناس اللي بتعدي على اقدامها في اللينز يعني فعايزين يساعدوا في كل الحاجات دي وطبعا برضو يحطوا فاندنج عشان يزودوا الناس ويزودوا الكوست والكلام ده كله بالنسبه للوضع الناس اللي هم الاندوكيومنتد انديفيدوالز اللي هم الناس اللي ما عندهمش اوراق وعايشين هنا في امريكا فالدجنيتي بروجرام اللي انا اتكلمت عليه بالتفصيل بتاعه في الفيديو رقم واحد ارجعوا له تاني هو بيقول ان هو هيقدر يخلي 11 مليون اندوكيومنتد بيبل يدخلوا هنا في امريكا يطلعوا من الشادوز يعني هم بيبقوا دايما مستخبيين فيطلعوا من الظل بقى يظهروا ويشتغلوا بطريقه قانونيه ويعيشوا ويتحركوا ويروحوا يجوا بطريقه قانونيه وهيدفعوا 5000 دولار على مدار سبع سنوات ده الطريقه الاولى الطريقه الثانيه السيرتيفايد العمال الزراعيين هنا في امريكا اللي بيدخلوا انت هنا امريكا بتهتم جدا بالزراعه والعاملين اللي عن طريق الزراعه دول بيدخلوا بشكل يعني سهل ففي ناس اندوكيومنتد هم بيشتغلوا هنا في امريكا بقالهم لهم فترات فهم عايزين يدوهم فرصه انهم الناس العاملين بقالهم لهم فتره طويله هنا في امريكا في المجال الزراعي انهم يحسنوا وضعهم ويبقى ليجل بيرمنت ريزنت يبقى دا يعني عنده اقامه دائمه ياخد الجرين كارد ويبقى دائم بعد عدد سنوات معينه من العمل يقدر ان هو يقعد بشكل قانوني في امريكا بيقدم كمان طرق مختلفة ان انت تحصل على الجنسية. في اربع طرق. أول حاجة دريمرز ده البرنامج اللي كان مقدمه برو اه اوباما اللي هو دريم ان بروميس اكت اللي كان بيدي الصلاحية للشباب الصغير او الاطفال اللي جم مع اهاليهم هاجروا وما بقاش معاهم الورق واحد طفل دخل مع اهله وعن ثلاث سنين فيكبر بقى يبقى عنده 18 سنه لا يقدر يدخل الجامعه في امريكا هنا يقدر يدخل المدارس بس لكن لا يقدرش يدخل الجامعه ولا يقدر ان هو يشتغل في بعض الولايات ما بتدهمش درايفر لايسنس ما عندهمش ما عندوش هويه ما عندوش بطاقه يمشي بيها ممكن يترحل في اي وقت وفعلا بقى كانوا ايام ترامب لما لغى البروجرام ده رحلوا ناس هو طول عمره عايش في امريكا عمره ما يعرفش حتى اللغه بتاعه البلد الاصليه اللي ابوه وامه جا منها ورحلوهم فهنا هو عايز يساعد ي... ي... الناس دي عن طريق البرنامج ده انه يساعدهم انه يكمل ويقدر ياخد اقامه بشكل رسمي ويقدر ياخد الجنسيه الامريكيه. طبعا ترامب كان لغى البروجرام ده لكن لما جه بايدن عدله فهم دلوقتي هيسمحوا لهم انهم ياخدوا كمان الجنسيه. Keeping family, families together ده برضو أكت تاني أو مشروع قانون اللي هي American Families United Act كان القانون ده وقف وتعطل كتير في أيام ترامب اللي كان بيتكلم عن إن لو واحد طفل اتولد هنا في امريكا ومعاه الجنسيه الامريكيه آآ آآ ولكن اهله مش مش قانونيين فكانوا بيرحلوا الاهل طبعا ما ينفعش هم عايزين دايما الولاد يفضلوا مع بعض او الاسره كلها تفضل مع بعض فافراد الاسره كلهم يفضلوا قاعدين الاب او الام والولاد او حتى لو واحد قاعد هنا يقدر يجيب ولاده علشان يكونوا معاه فالبروجرام ده عايزين يدعموه ويعيدوا احيائه تاني علشان يدخلوا ناس ياخدوا الجنسيه. الريدمشن بروجرام ده اللي قلت لكم عليه برضو تفصيلته هتلاقوها موجوده في الفيديو الاولاني فبيقول ده الخمس سنين بروجرام بعد ما تخلص الديجنيتي الديجنيتي بروجرام بتاعك اللي هو مدته سبع سنوات ممكن تاخد بقى بروجرام تاني برو اللي اسمه ريدمشن بروجرام ده اللي هيساعدك ان انت تاخد الاوراق الرسميه وتبقى ليجل سيتيزن هنا في امريكا مواطن امريكي يعني كامل الحقوق فده البروجرام الثالث اما البروجرام الرابع اللي هو الميلتري سيرفيس هنا برضو في امريكا الناس اللي أخدوا الدجنتي بروجرام وخلصوه ممكن ان هم يدخلوا في الجيش الامريكي طبعا لو انت في السن المسموح بيه ان انت تدخل في الجيش الامريكي وساعتها هتقدر ان انت تاخد بناء على خدماتك يعني اللي انت قمت بيها تقدر ان انت تاخد الجنسيه الامريكيه فدي الاربع طرق مختلفة ان انت تاخد الجنسية طب بالنسبة للناس اللي بتقدم على اللجوء في تحسين لحالتهم اول حاجة اللي هم الناس اللي جايين من امريكا اللاتينية طبعا دول هم هيبنوا لهم خمس اماكن في امريكا اللاتينيه بحيث انها تقدر انها تستقبل الناس اللي عايزه تيجي امريكا و تقدر انها تدخلهم هنا بطريقه قانونيه يعني بدل ما الناس تمشي وتعدي في الخطر تعدي في الصحراء وتلف نفسها في في الانهار والتهلكه عشان توصل لغايه الحدود الامريكيه وبعين يعدوا فهو هيبني لهم خمس اماكن مختلفه في امريكا اللاتينيه تقدر تروح للهيئه دي وهم وتقدم اوراقك ويطلعوا عليها وتيجي بقى بطريقه فيها ايه كرامه كده وحفظ ليك يعني بطريقه كويسه وهيعملوا لهم بقى الفاسيلتيز دي اللي هتتبني هناك هيعملوا لهم البري سكريننج يشوفوا بقى الورق بتاعهم ولو هم كانوا يعني ينطبق عليهم الشروط للجوء فهيدخلوهم بفيزا انسانيه اللي هي هيومانيتيريان فيزا ويقدروا انهم يخشوا بقى ويسافروا امريكا ويقعدوا هنا والمهاجرين هياخدوا فيزا اللي هي جاست وركر فيزا اللي هو فيزا عمل اللي هي H2A او H2B علشان يقدروا يشتغلوا ويعيشوا Humanitarian campuses in the United States هنا بقى جوه أمريكا <applause> الـ الـ لو انت بقى ناس عدوا دخلوا هنا جوه أمريكا فهيدوهم بقى في screening process علشان تشوف اذا كنت انت فعلا حت يعني الظروف بتاعتك اللي انت قدمت فيها دي فعلا ينطبق عليها الامور وبالتالي تقدر تدخل تعيش في امريكا اللي هو بيسموها كريديبل فير انترفيو، يعني هل بيشوف فعلا ان المخاوف بتاعتك من البلد الاصل اللي انت جاي منها دي شرعيه فتقدر ان انت تاخد الـ الـ السماح ليك ان انت تعيش في امريكا. فالبرنامج ده هيحصل آه السكريننج بتاعك ده في اول 15 يوم من انك تيجي. مش قبل كده ومش قبل 72 ساعة يعني في ناس بتيجي هنا أمريكا بتبقى منهكة وتعبانة فهيدوهم ثلاث أيام يستريحوا ويريكفر يعني من الفترة دي وكمان يكونسلت ليجل كونسل يروح يشوف محامي يقدر يقف معاه ويساعده ويقول له رتب أوراقك بشكل كويس وبعد كده في خلال 15 يوم من مجيئه داخل أمريكا يبتدي يعمل السكريننج بتاعه قبل كده كان ممكن يقعدوا بالشهور آه بعد ما يقول ان الكيس بتاعته فعلا حقيقيه وان هو فعلا عنده مخاوف آه اصليه فيقدر ان هو يدخله هنا يعني الكيس بتاعته آه الاوفيسر في خلال 45 يوم يكرر في الكيس بتاعته يبت فيها في 45 يوم فالاوفيسر دول هياخد الكيس بتاع بتاعته ويوديها للقاضي قاضي الهجرة ولو كانت هي صعبة ومكلكعة والأوفيسر مش, اخو مش قادر ياخد اه قرار فيها حاسم فيحولها في خلال 45 يوم على القاضي وأما الناس بقى اللي هم مش لا ينطبق عليهم الشروط ومقدروش انهم يعدوا والقاضي رفض اه الاسئله الطلب بتاعهم فهيترحل. لكن برضه هيديك فرصه ان انت تعيد تقديم اوراقك تاني ويبصوا فيها تاني في خلال سبعه ايام. فدي برضو فرصه اخرى. هيحطوا طبعا اسايلم اوفيسرز جداد عايزين يحطوا خم... مش اقل من 500 اوفيسر علشان يقدروا انهم يبصوا في الحالات والدنيا تمشي شويه مع الناس. فاملي ريونيفيكيشن يور... ري طبعا اللي حصل ان هم كانوا ايام ترامب لو تفتكروا كانوا فصلوا الاطفال عن كبار عن ال... عن الاهالي وقعدوا الاهالي بالشهور وبالسنين ما يعرفوش حاجه عن ولادهم. النهارده لا هم عاملين بروجرام اسمه سنترال امريكان مايند بروجرام عشان يلموا الاطفال مع اهاليهم تاني ويقدروا انهم ايه يكونوا مع بعض اي طفل اقل من واحد 21 سنه وهو واهله لازم يجتمعوا مع بعض وده جزء من الديجنيتي بروجرام اللي ممكن يقدموا عليه لون ريبيمنت بروجرام طب الناس اللي بتيجي تقدم على اللجوء او كده لازم تدفع لمحامي طب انا مش معايا فلوس لا انت ممكن تاخد لون قرض من الدوله ان انت تاخد اللون تدفع للمحامي او تدفع للهيومانيتيريان كامبسز والسيرفيسز بتاعتهم علشان تقدم اوراقك فدي فرصه دي اي فيريفاي ده بيعمل ايه ده تبع الليجل ورك فورس اكت ده قانون لقوى القوى العامله القانونيه هنا في امريكا ان هو للناس اللي عايزه يعني يفتح شغل ان هو ممكن يعمل اي فيريفيكيشن الكترونيك فيريفيكيشن الكترونيك فيريفيكيشن ده اسمه ذا ديجنيتي اكت جرانتس اللي هو بيدوه يعني بعد كده الاي e او الالكترونيك ده بي... بي... بيتعمل عن طريق الليجل ورك فورس اكت ده قانون قوى العامله بشكل قانوني هنا في امريكا ان هو يسهل لك المراحل بتاعه الناس اللي عايزه تاخد آه يعني اجراءات عشان يقدر ان هو يشتغل هنا في امريكا او اصحاب الاعمال اللي عايزين يجيبوا ناس ويشغلوهم هنا في امريكا ففي فحي... برنامج اسمه اي e فيرفاي فده يعني لو واحد مقدم في الدجنتي اكت جرانت بتاعه اللي هو الان دوكيومنتد وعايز يشتغل وعايز ياخد الاثورايزيشن بتاع العمل فهيعملوا لهم برنامج اسمه اي علشان الناس تقدر انها تدخل وتشتغل وتعدي ما ده ما يعطلش ده مش كل بقى الورق يتحط قدام اوفيسر واحد ما ياخد وقت اطول لا كله في كذا مسار وبالتالي الدنيا تمشي اسرع طيب الفيزا بلوكج اند كابس بلوكج هي ايه ان في ناس بقالها اكتر يعني سنوات طويله الورق بتاعها متقدم واترمى بقى ما يعني كل شويه يسالوا عنه يقولوا لسه 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 فبيقول لك ان الباك النقطه اللي بعد كده اللي بت بت النقطة اللي بعد كده اللي بتتكلم على الفيزا باكلوج اند كابس اللي هو الناس اللي مقدمة اوراقها انهم يجوا امريكا بشكل قانوني والورق بتاعهم متعطل بقالهم سنوات طويلة جدا فأول حاجة بالنسبة للباكلوجز فبيقولوا ان الفيزا باكلوج ماكسيمم تبقى 10 سنوات في ناس مقدمة اوراقها والورق بتاعها مستنيينه بقالها سنوات 12 و15 و20 سنة لا بيقول لك ماكسيمم 10 سنوات وبعد كده هيدخل امريكا وياخد الموافقة فأي واحد انتظر ورقه بشكل قانوني سواء كان جاي عن طريق الاسره دم الشمل او عن طريق العمل وبقاله عشر سنوات او اكتر طبعا هتتحسب ال سنوات دي من اول برايورتي ديت بتاعته فهياخد الفيزا ويدخل على طول ومش مش هينتظر اكتر من كده هيعملوا هيئه جديده اسمها ايميجريشن ايجنسي coordinator ده وظيفه جديده شخص شخص يعني علشان يبص على العمل بتاع هيئه الهجره والتجا... والجنسيه هنا في امريكا ويتاكد ان الدنيا ماشيه فيبص على بقى هيئه الهجره هيئه العمل الديبارتمنت اوف ستيت وزاره الخارجيه يشوف الاوراق بقى منهم هم الثلاثه عاملين ازاي والتنسيق بينهم عامل ازاي فالامور تمشي اسهل للناس هيحطوا تقريبا 2.5 بليون دولار علشان السبورت اكاونت والاوبريشن بتاعه يعني يساعدوا هيئه الهجره والتجنس زائد كمان هيحطوا 852 مليون دولار علشان الكونسلر افير والفيزا سيرفيسز كل ده عشان يساعد الناس انها تقدر انها تاخد الفيزا بشكل اسرع كمان هيحطوا 225 مليون دولار للاوفيس اوف فورين ليبر سيرتيفيكيشن الناس اللي بتشتغل عايزه تاخد يعني جايين بوظايف خارج خارج امريكا وعايز ياخد السيرتيفيكيشن ويقدر يشتغل هنا فحاجه تبع وزاره العمل فيقدر يسهل له العمل ده كل ده علشان يقلل من الباك اما بقى للريزنج الفيفا كابس انتوا عارفين ان في بعض الدول زي الهند زي الصين بيجي منها اعداد كبيره جدا فهم حاطين كاب بيقول لك ما تقدرش ان انت تيجي من البلد دي اكتر من 7% مثلا فهم دلوقتي رفعوا السقف ده من 7% خلوه 15% ده كان 1990 لكن حاليا بقى القانون الجديد عايز يقلل العدد ده تاني فحسب القانون الجديد مفيش دوله هتاخد اكتر من 7% من عدد الناس الامبلويز اللي المفروض يكون موجودين فيها او الفاميلي سبونسر بريفرنس فلو انت جاي تبع العمل وبلد بقى هيبتدوا ياخدوا زي الهند كده فيقول لك لا انت الكاب بتاعتك 7% مش هنزودها تاني فرجعوا للكاب القديم اما بقى بالنسبه للاطفال اللي جايين يعني قعدوا هنا مستنيين انهم ياخدوا الفيزا وعدوا السن يعني هو مقدم اوراقه من هو عنده مثلا 10 سنوات ودلوقتي عدى بقى 18 سنه فقالوا لا الناس اللي اللي حصل تاخير في الورق بتاعهم بسبب الباك او سبب الكابس او الحاجات اللي هي من هم ما هم لهمش ذنب فيها فاللي هيحصل ان الاطفال دول او الشباب بقى دلوقتي هيقدر ان هو يدخل وياخد الفيزا بتاعته لإنه هو ما يتاثرش بانه فتره الانتظار خليته يعدي السن القانوني ان هو يبقى طفل يعني. طب جست فيزا ريفورم ده تحسين لوضع الفيزا لو انت عندك ناس عايزين يجوا يزوروك هنا طبعا ناس كتير بتبقى محرومه من رؤيه اهليها. فيزا سيكيورتي فهنا برضو بيقول لك حي حي حيدوا فرصه للناس انها تدخل بشكل افضل حيعملوا آه حاجه اسمها فيزا سيكيورتي يونتس ل 75 مكان آه في آه يعني المكان اللي فيها هاي ريسك بوست في امريكا في, في, في انحاء العالم علشان يقدروا انهم يراجعوا على الناس دي كويس ويتاكدوا بالامن والسلامه وان ما فيش حد ارهابي ممكن يدخل امريكا عن طريق فال 75 جهه دول اللي هيكونوا موجودين في انحاء العالم يقوم بباك جراوند تشيك افضل على الناس اللي عايزه تيجي زيارات طبعا في ناس بتبقى اهاليها كويس يعني عايزين يجوا بس يشوفوا اولادهم ما يقدروش يدخلوا علشان لكن السكريننج ده المفروض ان هو يحسن الوضع شويه يقدر يشوف وضع الناس اللي هي كويسه فتعدي فيزا اوفر ستي ريبورتنج الناس اللي بتدخل وبتكسر فيزا وبتقعد هم لا هيعملوا نظام جديد بحيث ان هو يقدروا يعملوا ريبورتنج على الناس بشكل اكتر ويشوفوا بقى يبقى في اوفر في في آه آه لجنه قانونيه من الكونجرس هي اللي بتبص على الريبورت بتاع الناس اللي كسرت فيزا فتقدر يقدروا انهم يتحكموا في الموضوع ده اكتر. فيز جديده للناس اللي جايين اللي هم الفورن فيزيتورز الناس اللي جايين زياره في امريكا فهو ممكن يدي تمبوري فاميلي فيزيتيشن اكت ده قانون قانون زياره للاهل مؤقت بيدي تقريبا 90 يوم للزائر ان هو ياخد الفيزا بتاعته فيقدر يجي ويقعد يعني ثلاث شهور فيقدر ان هو يجي ويقعد سواء كان جاي للعمل او للسياحه او ان هو يشوف الاهل والاصدقاء هنا فده طبعا هيسهل حي... عمليه ان الناس تجيب اهلها هنا وتقدر تشوف أهلك وتشوف ولادك يقدروا يجوا ويقعدوا هنا لو طبعا للناس اللي هي موجودين في أمريكا بشكل قانوني أو معاهم الجنسية. اف فيزا أو student فيزا هيغيروا ال فيزا علشان تبقى ليها dual intent أو ليها يعني غرضين مع بعض. Worker Visa Reform ده الفيزا بتاعة العمل H2B Program ده بالنسبة للعاملين اللي بيرجعوا تاني يعني واحد اشتغل في أمريكا وقعد فترة ومشي خلاص فترته انتهت والمفروض انه هو يرجع تاني فأي اي واحد راجع تاني ممكن هو يعني جاي من بلدها كاب يعني زي الهند مثلا واحد اشتغل وقعد فتره ورجع وبعدين الشغل عايزه يرجع تاني فساعتها ممكن ان هو يديله سماحيه ان هو يجي حتى رغم ان فيه كاب لكن هو يقدر يجي سماحيه لو هيجي يقعد فتره ل... 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 يعني في شغل صغير اللي هو سمول بزنسز او جاي يقعد فتره مؤقته. فده هيسمح للناس ان هي تيجي بفضل... بشكل افضل. h تو a بروجرام فده هيخلي البرنامج ده ي... ي... ال... ال... مسموح للعاملين اللي بيجوا الموسميين او اللي بيجوا على مدار العام بالنسبه للمواطنين العاملين في مجال الزراعي دايما العاملين في المجال الزراعي ليهم فرص افضل انهم يخشوا ويشتغلوا هنا في امريكا طبعا مش بس في مجال الزراعه اللي بيشتغلوا برضو في الصيد او فيش بروسيسنج كل الحاجات دي هيدوهم فرصه سماح اكتر انهم يجوا يشتغلوا ويقعدوا فترات سواء كنت فترات موسميه او على مدار العام H4 program ده Work Authorization Act اللي بيسمح للزوج أو الزوجة لحامل H1B immigrant المهاجر اللي جاي عن طريق العمل إن هو يديله فرصة إن هو يشتغل هنا في أمريكا لو قدر إن هو يحصل على H4 visa فكان قبل كده في ريكويرمنت ان انت لازم تقدم تابلاي فور الفورم اي 765 فدلوقتي لا انت ممكن تقدم ليها على طول وتعدي وتدخل وتقدر ان انت تشتغل في امريكا بايلوت بروجرام فور بورتابل اتش 2 اي فيزا ده برضو برنامج في ال... الهوم لاند سيكيورتي او الديبارتمنت بتاع الامن الوطني هنا في امريكا فده يعني بيقولوا ان هم برنامج تجريبي هيجربوه على ناس حاملي الاتش 2 اي فيزا انهم ممكن يدوهم الاتش 2 اي فيزا ل 10000 عامل ف... هيسمح للناس انهم يجوا ويقعدوا فتره اطول. Spouses and children of admitted permanent, permanent residents فهنا بالنسبه للناس اللي قاعدين بشكل قانوني ومعاهم ال permanent بتاعهم لو ليهم ازواج او اطفال يقدر ان هو يجي يلم الشمل بقى. يقعد مع اهله يا هم كمان ياخدوا يعني يقدر ان هو يجي ويبقى ليهم اولويه في ان ياخد الجرين كارد حتى لو كان هو جاي من بلد ليها كاب فدول ياخدوا الاولويه انهم عشان يلتحقوا باسرهم فده القانون بيغطي نواحي مختلفة زي ما قلت لكم بيغطي فئات مختلفة المفروض ان هو هيسهل الوضع دي خطوة للأمام لأن احنا كان بقالنا فترة طويلة جدا سمعنا وعود من الديمقراط ومفيش حاجة اتحركت فيجوز في ان شاء الله البرنامج ده يحل مشاكل ناس يمشي حال ناس الناس تاخد الورق وهكذا. اتمنى الفيديو ده يكون فادكم باي معلومه ولو كان يبقى شيروا الفيديو على اوسع نطاق خلوا ناس كتير تشوفه تطمن تفرح تبتدي تدعم تكلموا الـ 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 الناس الممثلين ليكوا في مجلس النواب شوف انت في المنطقه بتاعتك مين ممثل النواب بتاعك وكلمه قول له اكت ده انا عايزك تايده لان ده يعني انا بدعم القانون ده وصلوا اصواتكم للناس دي علشان تصوت من اجله وبالتالي القانون يعدي في اسرع وقت اتمنى الفيديو يكون فاتكم باي معلومه ولو كان يبقى اشترك في القناه وشكرا لكم وشكرا لمتابعتكم كان معاكم رانيا سلطان ودي حكايات من الولايات